وين ساير يا سعيد بهالحر واخذ عيالك معك؟ لبستهم قبعات؟ شربتهم مي؟ ها؟ يا سعيد، خلال فصل الصيف أشعة الشمس تكون في ذروتها بين الساعة 10 صباحاً و4 بعد الظهر، والأفضل عدم التعرض لها بين الساعة 11 و3 لتفادي الإنهاك الحراري وضربة الشمس. كلما ارتفعت حرارة الجو وزاد التعرق، حرارة الجسم ترتفع ويصيبك ضعف شديد ثم دوخة وغثيان وتشنج في العضلات. أما إذا طلعت حرارة الجسم فوق الأربعين درجة تحدث ضربة الشمس اللي تسبب قشعريرة برد، ثقل اللسان، هلوسة والغيبوبة، وأحياناً عواقبها تكون وخيمة، وهذا كله سببه عدم شرب الماء. شو لازم نسوي يا سعيد؟ ننقل الشخص بسرعة إلى منطقة مظللة باردة تبرد عبر رشة بالماء البارد أو منشفة مبللة، تهوية الجسم بالمروحة، وفي حال ضربة الشمس الاتصال بالإسعاف أو نقله إلى أقرب مركز صحي. لا تنسى يا سعيد شرب الماء بكميات وافية، يوفر علينا وايد مشاكل. وعساكم دوم صحة وسعادة.